شافوا اسمك بالفندق فحاولوا يستغلونك. احنا تعبنا، شركات تسويق يشوفون اسمنا يزيدون علينا السعر، شركات ديكور بالكويت بعد ترى مو بس هني، شو نغير اسمنا يعني؟ ايش دعوة يعني؟ حنان خاشقش يعني. حابة أوضح لأن في ناس من يعني عندها حمية على بلدها وهذا شيء وايد أحترمه، بس حابة أوضح شيء. أنا أمس قلت عن موقف الفندق أن هما ساعات ينتهزون الأسامي، وأنا مو حنان خاشقتي وأقصد الثري خاشقتي، ولا أعرف شنو الشؤون الداخلية اللي فيها هذه نفس العائلة، وأنا أمدح هذه العائلة بالثراء والله يزيدهم ويزيدنا كلنا إن شاء الله.